يوم بعد الآخر يتحول حلم القطار الكهربائي الخفيف إلى واقع ملموس ينبئ باقتراب انتهاء تنفيذه. وفي تفقد جديد لوزير النقل يرافقه السفير الصيني، وذلك داخل محطة العبور وبدر، حيث اقتربت نسب تنفيذهما إلى نحو 90%، بجانب ورش القطار والكباري والأنفاق الملحقة بالمشروع. المرحلة الأولى والثانية نسب تنفيذهم تصل إلى 90%. الجسور والأعمال برضو اللي الشركات المصرية بتنفذها لصالح الجسر والقضبان بقى اللي هتجري عليها القطارات إن شاء الله، تقريبا تصل نسبة تنفيذها إلى 60%. الأعمال الإلكتروميكانيك والاتصالات والتوريدات اللي جاية من الصين نسبة تنفيذها النهاردة في الموقع 30%. النسب التنفيذ للأعمال الإلكتروميكانيك أو الأنظمة زائد الحاجات اللي جاية من الصين هتبدأ تزيد نسبها بزيادة كبيرة جدا وبسرعة في الفترة القادمة إن شاء الله. وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة علي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون الثقافية. الوحدات المتحركة اتشحن فعلا قطرين من الصين خلاص، ان شاء الله متوقع يجوا هنا بقى على في الاسبوع الاول من شهر 8. نبدا نجمع في الورشه، كل ما هنجمع مجموعه من القطارات ان شاء الله باذن الله، اللي متوقع يبقى في نهايه شهر اكتوبر يبقى عندنا 12 قطر منها ان شاء الله. هتبدا ننزلها على السكه عشان نبدأ نشغل تشغيل تجريبي. هذا ويبلغ عدد محطات المرحلتين الأولى والثانية 12 محطة، وسيصبح طول مساره نحو 103 كيلومتر، بجانب المباني الخدمية ومناطق الانتظار. دلائل كثيرة على مصر الجديدة، من بينها مشروع القطار الكهربائي العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي، ويسهل انتقال المواطنين بين المدن الجديدة بخدمات مميزة صديقة للبيئة. من محطة القطار الكهربائي ببدر، أحمد بكير للتلفزيون المصري.